هيك ندوات هيك يعني ورشات كتير ضرورية للشباب، لأنه أهم شيء فيها هي إنه يطلعوا على حقائق الأمور اللي ما دائما بيقدروا يعرفوها من مجرد أن يقروا كتب بالجامعة، واللي بأهم من هيك إنه مجرد إنه يقعدوا مع زملاء أو ناس ما بيعرفوهم ويتبادلوا الآراء ويشوفوا ناس ما هن أساتذتهم العاديين اللي هن معروفين عليهم أو على نمط التدريس. المهم فيها هذا إنه يقدروا يوصلوا لمرحلة يقدروا يعملوا تحليل ودراسة للمواضيع اللي أبطنها طالب. هلا مستوى الأداء هيك ورشة أنا ما فيني أقول لك عنه كتير شيء لأني ماني مشارك بكل الورشات. أنا الورشة اللي اشتغلت عليها هي السلطة التنفيذية وأوضاعها وطريقة ضرورة تحسينها، هذا الموضوع الأساسي اللي أنا اشتغلت عليه. وبالحقيقة المجال منه متروك كمان حتى يصير فيه أخذ وعطاء بين المحاضر وبين المشاركين. أهم شيء بهيك ورشات أنه يكون في مجال لكل واحد من المشاركين أنه يعطي رأيه ويسأل أسئلته، لأنه ياما بيكون في كتير شغلات نحن وقت كتير ضيق نقدر نقدم كل شيء من ناحية السلطة التنفيذية. هذا عالم مؤلف من عدة يعني موديولز، نجي نقول شو منظم، شو تنظيم الإدارة، شو تنظيم السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، رئيسة مجلس الوزراء، الوزارات المختلفة، شو الشروط لتحسين هال، شو الأداء تبع كلهم، وين في ضعف هون وين في قوة هون، كله هذه مواضيع مع كل الأسف منها متوفرة.